في الجزئيات السابقة التخصيص السابق نص يخصص نص أو عقل يخصص نص، لكن معايا هنا في المفهوم ده عندي نص أثبت حكما فهم منه معنى موافق أو مخالف. هذا المفهوم أستخدمه مش في النص السابق، في تخصيص نص آخر في عموم ورد في نص آخر. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة أو في الغنم السائمة زكاة، هذا نص أفاد معنى أن الزكاة تجب بشرط الصوم. فهمنا منه الحلقة اللي في النص دي، فهمنا منه أن المعلوف لا زكاة فيه. لحد كده اسمه منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. ثم أخذنا المفهوم ده اللي هو أن المعلوف لا زكاة فيها، وخصصنا به عموم حديث آخر أو نص آخر في 40 شاة. يبقى مش في 40 شاة، لا في 40 شاة سائمة، لأن المعلوفة لا حكم يخصه. يبقى لما أجي أتكلم عن التخصيص بالمفهوم أنتبه دائما، مدام مفهوم يبقى في منطوق، ومدام هخصص يبقى في نص عام آخر، فدائما عندي نصين بينهما إيه؟ مفهوم. قال والمنفصلة العقل ومثلنا له، والحس والمنطوق ومنطوق الكتاب والسنة ومفهومهما ومثلنا لذلك كله. قال وفعل النبي وإقراره. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المخصصات لللفظ العام، ويمثل له بقول الله عز وجل في حق المرأة الحائض ولا تقربوهن حتى يطهر. احنا قلنا لسه مذكرين ده هذا مثال للتخصيص بمتصل اللي هو الغاية، ولا تقربوهن نهي، والنهي يفيد العموم والدوام، لأن النهي من صفته الفورية والتكرار. معنى تكرار يبقى في عموم، يبقى في عموم في الزمن. فلا تقربوا ولا تقربوهن يبقى نهاك عن قربان الحائط. إلى قال حتى يطهرن، يبقى في فترة الحيض 5 أيام 10 أيام أنت منهي عن قربان المرأة الحائط. بكل الصور وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أفعاله التي نقلت كان يأمر إحدى زوجاته أو زوجات إن كنا حيض أن تأتزر وتشد على نفسها ويباشرها. هي تستر منطقة العورة المغلظة اللي هي موضع الأذى، تستره وتحتاط لنفسها ويكون معها صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش معاشرة جماع، لكن في مباشرة فيما دون الفرج، اسمها مباشرة فيما دون. طيب ما هو كده يعتبر اقترب منها، ففعله مخصص لهذا العموم الذي ورد بالنهي عن قربان المرء. يبقى صار النهي المقصود هنا هو الجماع وليست المباشرة فيما دون الفرج. عرفنا كده منين؟ من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا فعله. قال وإقراره. إقراره معنى أن يرى مسلما يفعل شيئا أو يقول شيئا أو يسمع أن مسلما فعل أو قال ثم يسكت، ثم يسكت. هذا يحمل على الموافقة. طب فلو رأى ذلك واستبشر يحمل على زيادة الموافقة. ده دليل أشد على الموافقة، والاثنين نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. في عندنا حاجة من الحيوانات اسمها الخيل. الخيل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركبها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سكت النبي عن عدم إخراج الزكاة عن الخيل في زمانه. لما جاي يتكلم عن أنواع الزكوات حدد الأصناف الزكاة في زكاة الأنعام، البقر والغنم والماشية والإبل، إبل وبقر وغنم. طب والخيل؟ مع أن الخيل أغلى، الخيل أغلى من البقر وأغلى من الإبل وأغلى من الماشية. الخيل الفرس الآن قد يزيد ثمنه على 100 ألف، في حين أن الجمل كله ب20 ألف والبقرة ب20 ألف، ومع ذلك سكت، ترك الصحابة إخراج الزكاة عن الخيل وهي مأمور بها في قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في أموالهم، والخيل ميل، الخيل مال يباع ويشترى، بل من أغلى أنواع الحيوانات التي تقتنى، ومع ذلك لم يخرج الصحابة زكاتها ولم يأمرهم النبي ولم ينهاه، أقرهم على ترك إخراج زكاة الخيل، فصار ذلك بإقراره
مخصصا للعموم الوارد في قوله وآتوا وفي أموالهم حق معلوم. يقول رحمه الله: والإجماع، أي من المخصصات المنفصلة الإجماع، والإجماع يعني اتفاق علماء الأمة بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي أو على أمر شرعي. هل ممكن كلامكم فيها من مع بداية الدرس أن يتفق العلماء على أمر يخصص نصا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم؟ يصلح، لكن القضية تأتي فين؟ إن الإجماع دائما لابد له من مستند، الإجماع دائما لابد له من، والتخصيص يكون بهذا المستند لا بالإجماع. غايته أن أحيانا يكون المستند فيه شبهة لكونه نقل أحدا أو دلالته ظنية، فيستغنى بالإجماع عن الدليل الذي استند إليه الإجماع. ولذلك تجد دائما الكتب التي تحكي إجماعات العلماء لا تنقل أدلة هذه الإجماعات. وهنا نقرر حكما أو نقرر مبدأ يحتاج طالب العلم في مجالس العلم، لما تنقل فتوى أو ينقل إجماع المفروض أن احنا نحاول نستحضر الأدلة حتى نعلم الطلاب هذه الأحكام، من أين أتى العلماء بذلك وكيف بني الحكم على هذا الدليل. لكن لما أجي أنقل إجماع أو أنقل حكم أو أبلغ فتوى، إن كان السمع اللي أمامي ليس من طلبة العلم فلا يستحب له ذكر الدليل، ينفعش أذكر الدليل له لأنه مش من طلبة العلم، فمش هيقدر يميز بين الدليل القوي والضعيف، بين الأحاد والمتواتر، بين القطع والظني. فقد يفهم من الدليل فهما يخالف ما فهمه العلماء فيصادمك، يقول لك لا 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 أنا مش مقتنع بالكلام ده، أنا أرى أن الصواب كذا. من أنت حتى ترى؟ أنت بتناقش الكلام بأي حجة يعني؟ ما دليلك؟ هو بس أعمل عقله فيما نقلته أنت من دليل، ولأنك هتنقل الدليل وربما تغفل عن الشبهة التي ترد في رأي المستمع، ينصح بأن المستفتي لما بيجي يسأل بيبقى هدفه معرفة الحكم وليس معرفة الدليل، فلا ينصح المفتي بأن يذكر الحكم بالدليل للعامي الذي يسأله. لكن لو الرجل عاوز يعرف الدليل وهو من أهل العلم هنا يستحب ذكره. طيب في قضية الإجماع دايما بنفرق بين قضيتين، بين ثبوت الإجماع وبين نقل الإجماع، أو بين انعقاد الإجماع وبين نقل الإجماع. في انعقاد الإجماع أحد أساسيات الإجماع الدليل، لا بد له من دليل، ومن شروط صحته بعد اتفاق بأن يكون مجتهدين وأن يكون الاتفاق من الكل وأن يكون بعد زمان النبي، يأتي الشرط الأخير أن يكون لهم مستند، وجماهير أهل العلم على ذلك، لا إجماع بلا مستند، لن ينعقد إجماع إلا بمستند. ما المشكلة تأتي فيهم؟ حين نقل الإجماع ولك أجمع العلماء على كذا، اتفق العلماء على كذا، ها؟ ولا يذكر الدليل ولا يذكر. طب ليه؟ اكتفاء بحكاية الأقوى عن الأضعف، اكتفاء بحكاية الأقوى، الاتفاق أقوى، والدلالة التي تؤخذ من النص قد تكون ظنية ضعيفة، فإذا اتفقوا على معناها ترك الأضعف بحكاية الأقوى. ولذلك تجد غالبا كتب الإجماعات ترجع للإجماع لابن المنذر أو مراتب الإجماع لابن حزم رحمهم الله لن تجد فيهم دليل، اتفقوا أجمعوا لا أعلم خلافا، ما نصوص كده سطور ورا بعض، طب فين الدليل؟ ما في دليل. لكن احنا اقررنا الان اننا حين نستخدم الاجماع فبقوه الدليل الذي استند اليه، تمام؟ طيب هو بيقول لي هنا كده الاجماع يصلح مخصصا للعموم النصوص. طب اديني مثال توضيحي. قال عندك قول الله عز وجل مثلا في ايه المحرمات من النساء: وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، اللي هي الآية بتاعت إيه؟ وحل لكم ما وراء ذلكم. في آية بيقول فيها إلا أو ما ملكت أيمانكم، لا 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 اللي هي بتاعت سورة المؤمنون، سورة المؤمنون إلا على أزواجكم أو، ده معنى إيه؟ أنك يباح لك أن تتمتع بزوجك وبملك يمينك،
صح؟ طيب ملك اليمين أيا كانت النص واضح، أو ما ملكت أيمانكم، أيمانكم سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، الآية عامة ما دامت هي مطيقة لهذا الاستمتاع. طب إيه رأيك بقى إن في ممكن تكون ملك اليمين يخطو من الرضاع، تكون أنت وهي رضعتم من بعض، مش كان مثلا ثويبة مولاة أبو لهب كانت أمة عند أبو لهب وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن ثويبة دي نفسها يكون عندها طفل مع اللبن، معنى في لبن في طفل، وابنها ده هيبقى عبد عند أبو لهب، صح كده؟ مش ممكن النبي أو يشتري البنت دي اللي هي رضعت رضع من أمها ثويبة وتبقى أمة عنده؟ ممكن النبي رضع من مولاة أبي لهب ثويبة، ثويبة دي لما أرضعت أرضعته هو وسيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. طب ما معنى أن أرضعتهم أن في لبن، معنى أن كان في طفل أو طفلة. طب لو الطفلة دي النبي اشتراها أو سيدنا حمزة اشتراها بقت أمة عنده، هل يجوز له أن يتمتع بهذه الأمة؟ ليه؟ أخته من الرضاع. فأجمع العلماء على أن الأخت من الرضاع وإن كانت ملك يمين هي محرمة، هي إيه؟ مع أن الآية أباحتها إلا على أزواجكم أو ما ملكت، لكن هذه الإباحة الإجماع خصصها بأن تكون غير أخت من الرضاع. طيب. ده الإجماع. قال والقياس على خلاف فيه، الخلاف مش في القياس اللي هيخصص، الخلاف في حجية القياس، لأن من ينفي حجية القياس سينفي كونه مخصصا، ومن يثبت أن القياس حجة فلا حرج عنده أن يكون القياس إيه؟ مخصصا. والسؤال القياس ده اجتهاد فردي، اجتهاد فردي، أحد العلماء بيبحث ويقيس ويجتهد، قد يتفق معه العلماء وقد لا يتفقون، إن اتفقوا كان إجماعا مبنيا على قياس، إن اختلفوا بقي اجتهاد. هل يخصص اجتهاد نصا؟ هل يخصص القياس نصا؟ نحس مكلمين إن العقل نفسه قد يخصص، الحس قد يخصص، القياس بقى ورد له أمثلة هي مخصصة لعمومات وردت في القرآن الكريم، منها مثلا من هذه العمومات قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني لفظان عمان بأنهما معرفان بالألف واللام فيفيد العموم، فشمل كل زان وزانية حرا كان أو أما أو عبدا، أمة كانت أو حرا، غايته أن الأمة خرجت من هذا الحكم بقول الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتبه هنا للتخصيص، الآية اللي معانا في أول سورة النور تتكلم عن حد الزاني غير المحصن لأنه الجلد، وما فيش آية بتتكلم عن الزاني المحصن، ما فيش آية بكده لأنها منسوخة نصا لكن بقية حكما. الآية اللي جت في سورة النساء عن الإماء تتكلم عن الأمة المتزوجة، عن الأمة إيه؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات الحر الحرائر عقوبتها الجلد الرجم حتى الموت، عقوبتها الجلد حتى. طيب الأمة المحصنة اللي هي المتزوجة إذا زنت وجعلنا عقوبتها نصف عقوبة الحرة المحصنة إذا زنت، مش هتقدر لأن تنصيف الرجم لا يأتت، تنصيف الرجم معناه نصف عقوبة الرجم، طب الرجم يعني الموت، نصف يعني إيه؟ شال النصف مثلا، تموت نصها وصيب نصان، يبقى الرجم لا يتنصف، فانتقل إلى ما يقبل التنصيف، الذي يقبل التنصيف هو العدد الجلد. فأجمع العلماء على أن المقصود بهذه الآية أن الأمة إذا زنت وإن كانت محصنة فإن عقوبتها نصف عقوبة الزانية الحرة غير المحصن، وهي 50 جلد. بس النص ورد فين؟ في الأمة. طب والعبد لو كان الزاني عبدا أين النص؟ فأجمع العلماء، مش أجمع بقى، قاس العلماء العبد على الأمة
في تنصيف الحد بجامع الرق في كل. النص ورد في الأمر أن عقوبتها النصف لأنها رقيق. طب ما العبد رقيق عقوبته النصف قياسا على الأمة. طيب يبقى العبد، خلي بالك بقى، الأمة خرجت من العموم بالنص، الأمة خرجت من عموم الزانية والزاني بالنص فإذا أحصن، والعبد خرج من العموم بالقياس على الأمة، بالقياس على إيه؟ فصار هذا القياس مخصصا لعموم الآية. فبقول الزانية والزاني ورد عليها تخصيصين مخصصان، مخصصة بالنص في حق الأمة، ومخصصة بالقياس في حق العبد. ودي الأمثلة اللي اتفق عليها، ولذلك قال وكل هذه تخصص الكتاب والسنة. يبقى يقبل التخصيص العموم الوارد في الكتاب والسنة، يقبل بالعقل، يخصص بالعقل، يخصص بالحس، يخصص بالمنطوق من الكتاب والسنة، يخصص بالمفهوم من الكتاب والسنة، يخصص بفعل النبي، يخصص بإقرار، يخصص بالإجماع، يخصص بالقياس. لحد كده ما فيش مشكلة. لكن بدأ الشيخ رحمه الله ابن جزي في عرض مسائل هو يراها مختلف فيها، لأن له رأيا يخالف رأيا آخر، يعني في مذهبية في اللي في المسائل اللي جاي، وكأن الذي مضى كله محل اتفاق، الخلاف فيه نادر، الخلاف فيما مضى قليل يعني ربما لا ينتبه له، لكن خلاف المسائل اللي جاية كبير. منها مثلا يقول إيه ولا يخص العلو عندك يخصص ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص، ولا يخصص العموم وروده على سبب ايه خاص. يعني ايه الجملة دي؟ بقول خلافا للشافعي. معنى خلافا للشافعي يعني هنبدأ في مسائل خلافية، يعني كأنه عايز يقول ان الشافعي مختلف معانا في المسألة دي. لا يخصص العموم وروده على سبب خاص، معناه ايه؟ ان عندنا قضية حصلت بسبب معين، بس الحكم لما نزل ما نزلش بهذا السبب، ما نزلش خاص، ده نزل عام، نزل ايه؟ عام. فيبقى الحكم عام ولا يخصص بالسبب، فيبقى الحكم عام ولا يخصص. دي وجهة نظره، بيقول خلافا للشافعي نسب للشافعي قوله بأن العبرة بالخصوص لا بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ندي مثال توضيحي. في واحد من الصحابة اسمه صفوان بن أمية، أسلم في غزوة فتح مكة. صفوان بن أمية كان رجلا غنيا، ومنه اقترض النبي صلى الله عليه وسلم الأسلحة التي حارب بها حنين في غزوة هوازان. صفوان بن أمية كان غني لدرجة أن ملابسه كانت فخمة جدا، فالعباية بتاعته تعرف عباية أغنياء يعني حاجة كده لها قيمة، فهو نايم في الكعبة في الحرم قلع العباية وخطها وسادة تحت راسه ونام. فراح جاي واحد كده يعني من الظرفاء الأخفاء، راح ساحبها من تحته كده وإيه ومشي سرقها يعني، فهو انتبه وممسك بها. مش ضرب، كان لو ضربوا ألمين وسابوا ومشي خلاص، لكن ذهب به إلى رسول الله. يا رسول الله الرجل ده سرق الرداء، الرداء بتاعه اللي وجل، والرداء بتاع صفوان، لأن صفوان ده كان مليونير، كان من أغنياء قريش، فحاجة يعني لها قيمة، فكان يساوي أكثر من ربع دينار، أكثر من ربع دينار. فلما سرقوا فأنزل الله عز وجل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا النص ورد في هذه القضية، نص عام والسارق والسارقة. هذا النص العام ورد على ايه؟ على قضية خاصة، قضية صفوان، القضية اللي حصلت دي. لو كان النص قال ايه ومن سرق رداء صفوان فاقطعوا يدا، يبقى قضية خاصة وحكم خاص، قضية خاصة وحكم خاص، لكن القضية خاصة والحكم ايه؟ عام. وزي قضية المرأة التي ظاهرا منها زوجه، هي خولة بنت ثعلب، القضية خاصة، هي امرأة قاعدت تجالس النبي، لكن الحكم لما نزل وزوجها يعاقب بكذا، قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، الذين الاسم موصول بمع اسم موصول في ذي العموم، فصار الحكم جاء بصيغة عامة مع ان سبب الحكم قضية ايه خاصة.
هي دي القضايا اللي بيتكلم فيها. الحكم العام هل يكون السبب مخصصا له فنقول هذا الحكم لهذا السبب، ولا يبقى الحكم على عمومه ويعمل به ولا عبرة بسببه؟ مسألة خلافية بين العلماء. الشيخ بيقول ايه؟ ولا يخصص العموم، ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص. يبقى هو يرى ايه؟ يرى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. فيبقى كل سارق الى يوم القيامة تقطع يده من بلغ المسروق ربع دينار، وكل من ظهر من زوجته الى يوم القيامة عليه عقوبة، العتق إن كان موجودا، وإلا فالصوم من قبل أن يتمسى، وإلا فالإطعام 60 مسكين، مع أن السبب سبب خاص. وهذه مسألة خلافية، ونسبة الخلاف فيها إلى الشافعي ضعيف. الشافعي اللي بيقول بالعموم ولا يقول بالخصوص، بس قد يشتبه الأمر على بعض الأحباب. طيب وعند من يقول، أيا كان القائل بقى، وعند من يقول بأن العبرة بالخصوص سيكون هذا الحكم خاص بهذا السبب، خاص لهذا السبب. طب وإن وقع من غيره ماذا نسمع؟ يعني لو قلنا إن آية السرقة خاصة بمن سرق ده صفوان، وقلنا إن آية الظهار خاصة بأوس زوج خولة، طب حلو جدا، جاء في عصرنا الحاضر من سرق، وجاء في عصرنا الحاضر من ظهر. أما على قول من يقول بالعموم فالحكم عام يشمل كل سارق وكل مظاهر إلى يوم القيامة. طب ومن يقول بالخصوص أن الحكم خاص، كيف يثبت الحكم؟ بالقياس. يثبته إيه؟ بالقياس. لأن القياس يعمل إيه؟ يقول لك هذا الرجل سرق فتقطع يده قياسا على سارق رداء صفوان، هذا الرجل ظاهر فعليه كفارة قياسا على الرجل الذي ظهر في زمن النبي. طيب يبقى كده نتيجة واحدة، أن الحكم سيعمل به في زمننا الحاضر، إما بعموم النص وإما بالقياس. ما اللي بقى الفرق؟ كده النتيجة واحدة خلاص، النتيجة وصلنا لها واحدة. ما اللي بقى الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق في طريق الحكم، في طريق إيه؟ الحكم. الحكم في النهاية سيثبت، ومن سرق سنقطع يده، ومن ظهر سنكفره، يجب عليه الكفار. لكن أن تحكم بقطع اليد أو بالعقوبة بطريق النص بيسموها الثابت بدلالة النص، أو بطريق القياس، أيهما أقوى؟ ثابت بالنص ولا بالقياس؟ بالنص. فإن تعارض ما ثبت نصا مع ما ثبت قياسا يقدم النص. يبقى أما أن أثبتته بالعموم أثبتته بطريق قوي، إن أثبتته بالقياس أثبتته بطريق ضعيف، أضعف من النص. ثم الثابت بالنص في زمان النبي يقبل النسخ، والثابت بالقياس لا ينسخ ولا ينسخ، لأنه لا نسخ في زمان النبي. فدائما القوة لما ثبت بالنص. فحتى وإن كانت النتيجة واحدة، لكن من يثبته بدلالة النص طريقه أقوى مما ثبت بدلالة القياس. ثم ذهب إلى المسألة الثانية فقال ولا يخصصه، أي لا يخصص العموم أيضا، العرف والعادة على خلاف في ذلك. ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف في ذلك. ولا يخصص العموم العرف والعادة على خلاف في ذلك. العرف والعادة يعني لفظان مترادفان معناهم واحد عند بعض العلماء، وهو ما استقر في النفوس مما تلقته الطباع السليمة بالقبول، الأمر اللي النفوس تعرفت عليه واستقر التعامل به وما عندهاش اعتراض عليه، ده بيسموه عرف أو عادة. ومن يفرق بينهم اللي بيقول لا في حاجة اسمها عرف وحاجة اسمها عادة، بيفرق باعتبار الفاعل، باعتبار. فالعادة قد تكون من شخص واحد، زي عادة الشيخ كده انه يشرب كل شوية مية، دي عادة فردية. وقد تكون من اشخاص متعددة، زي عادة الازاهرة انهم يلبسوا العمة والكاكولا. فالعادة قد تكون فردية وقد تكون جماعية، بينما العرف لا يكون الا جماعي. ده يوجد عرف فردي، العرف لا يكون الا ايه؟ الا جماعي. الشيخ بيقول هنا
لا يخصص العموم العرف والعادة، يعني ليس العرف والعادة من مخصصات اللفظ العام، على خلاف في ذلك. كونه بيقول على خلاف في ذلك معناه أن المسألة مش متفق عليه، وفعلا المسألة خلافية، ورأيه هنا ربما يكون مرجوحا، رأي شيخنا ربما يكون مرجوحا، لأن من المعلوم عند العلماء أن العرف والعادة يخصصان الألفاظ في باب الأيمان، يخصصان الألفاظ في باب لهم تأثير قوي في باب اليمين. وذلك لو حلف إنسان مثلا والله لا أكل لحما، أو والله لا أكل اللحم، كان كل ما يرجع البيت يجد مراته عمله له لحمة، كل ما يرجع البيت يجد مراته عمله له لحمة، ما شاء الله أغنياء، لو كل يوم لحمة لحمة مفيش فول، والله لا أكل لحما، والله هذا اليوم لن أكل اللحمة فيه، فهي خشيت على زوجها أن يضعف بدنه، فراحت جايبه له سمك، جايبه له عملت له سمك كده في البيت. طب والسمك ده لحم، السمك ده نوع من أنواع البروتين، وربنا سماه لحم في القرآن الكريم، صح كده؟ طيب هل أكله للسمك يجعله حانثا في اليمين؟ ليه؟ لأن عرف الناس أخرج السمك من كلمة اللحم. وذلك لو رحت عند بتاع السمك تقول عايز 2 كيلو لحمة بلطي يضحك عليك، لأنه في السمك ما فيش سمك اسمه لحمة، وتقول بتاع السمك كده عايز 2 كيلو سمك لحمة بوري، ما فيش، لا يوجد. ليه؟ لأن صار له اسما يخصه، صار له اسما يخصه. طيب يقول ولا مخالفة راويه له، يعني لا يخصص اللفظ العام مخالفة الراوي لهذا اللفظ العام، يعني أن يعمل الراوي بخلاف ما رواه. ده رأيه، بيديله مثال كتوضيح له، بيقول كقول سيدنا عمر عبد الله بن عمر بيروي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق، اللي هو خيار المجلس، خيار المجلس مدته قد ايه؟ ما لم يتفرق، قعدوا ساعة قعدوا 2 مجلس العقد، احنا تمينا العقد وقاعدين لسه بنشرب شاي، وبعد الشاي جبنا حاجة ساعة، وبعد الحاجة ساعة ضمناك على العشاء، فالمجلس امتد 10 ساعات، مش احنا قاعدين؟ المتبايعان للخيار ما لم، هو راوي الحديث نفسه كان سيدنا عمر يرى، سيدنا عبد الله عمر يرى ان التفريق بالابدان خاصة، يعني كل واحد راح لوحده كده وقعد في جنب، مع ان المجلس موجود بس كل واحد راح في جنب كده، يبقى كده خلاص انتهى الخيار. فهو كان يفتي بخلاف ظاهر الحديث، الحديث بيقول ايه؟ ما لم يتفرق، يتفرق يعني ايه؟ كل واحد يقوم يروح بقى خلاص ينصرف الى بلده، لا ولك مش شرط الانصراف الى البلد، هو كان يفسرها او كان يقول التفرق بالابدان، بعد ما كنا قاعدين مع بعض كده كل واحد راح قاعد في جنب وشاف حاله، بس لسه قاعدين في المكان، قاعدين في المكتب زي ما احنا، بس كل واحد قاعد ايه على مكتب بيقضى شغلان، قال ما دام تفرق بالابدان يبقى انتهى الخيار. قال لك هنا انت كراوي للحديث عملك وفتواك لا تصلح مخصصة لعموم هذا الحديث، وده رأي الشيخ اللي قاله هنا. يقول ولا عطفه، يعني لا يصلح ان يكون عطف العام على الخاص مخصصا لهذا العام، ولا عطفه على الخاص، يعني معناه انها يسبق لفظ خاص ثم يأتي لفظ عام، هذا الخاص مندرج تحته معطوف عليه، فبيقول هذا العطف لا يعني التخصيص، لا يعني ايه؟ ويدي مثاله بقول الله عز وجل مثلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، كده كويس زي الفل، والملائكة، طب ما جبريل من الملائكة، جبريل من؟ جبريل تقدم هو فرد خاص، والملائكة تأخرت هو لفظ عام، وعطف العام على الخاص، عطف العام ايه؟ على الخاص. طيب يبقى هنحمل العام على الخاص ولا الخاص على العام؟ هو بيقول لا، لا يقتضي ذلك تخصيصا، فيبقى العام معمولا به والخاص معمولا به، وجهة نظر. طيب يقول ولا عطف خاص عليه، عكس أن يتقدم العام ثم يأتي خاص فرد من أفراد هذا العام معطوف عليه، هو لا يرى ذلك مخصصا، هو لا يراه
مخصصا. دي بس كل دي الاربع مساله 2 3 4 5 الخمس مسائل دول مسائل خلافيه، ما ذكر هنا هو راي الشيخ فقط. كل واحدة منها مسألة فيها آراء وفيها استدلالات مختلفة عن كلام الشيخ. يقول ولا عطف خاص عليه، وده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. طيب لا يقتل مسلم بكافر فهمناها جدا، أن بس النص معناه يعني ما فيش حد يناقشنا في تطبيق الحديث على الواقع، لأن تطبيق الحديث على الواقع له مجال آخر. لا يقتل مسلم بكافر معناه إيه؟ معناه أنه لو قتل مسلم كافرا غير مسلم فإنه لا يقتل، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة هذا الشخص، فلا يقتل به، إنما نعمل فيه إيه؟ يدفع له الدين ويعزل المسلم، لكن لا يقتل، لا يقتص منه. انتبه، دي مش فتوى مني، ده تفسير النص. ايقاع النص على الواقع الان يختلف، عشان مفيش حد ياخد حجه ويطلع بقى ايه يقتل في الناس واحنا اهو لا يختص منا، لا هنقطع لك رقبتك في الزمن ده. انتبه، دي مساله خلافيه، دي مساله ايه، انا بس بنوضح النص كمثال، كمثال عشان مفيش حد ياخده ويجري وراه. لا يقتل مسلم بكافر، طب ما هو الكافر ده انواع، هو البوزي اللي بيدخل عندي بتأشيرة السياحة، مش أنا بديله ختم دخول يعني إيه أمان، بديله أمان. طب لو دخل عندي مش هو كافر برضه، والختم ده أخرجه من الكفر باقي زي ما هو، بس أصبح في بينه وبين اتفاقية، في بينه عهد إنه يخش ويخرج بأمان، فرحت أنت قتله. طب ما هو الكافر أحد أفراده ذو عهد، وهيبقى في عهد بين مسلم ومسلم؟ لا يوجد عهد بين مسلم ومسلم، معنى وجود عهد والوثيقة معناه ان في طرف مسلم وطرف غير مسلم، غير مسلم هو كافر، لان الدين ان الدين عند الله الاسلام، فالكفر ملة واحدة، فكل بقى افراده هم كفار، طلع منهم واحد في عهد، طب وتفرق ايه؟ ما هو عام كافر وجاء وراءه ايه خاص اللي هو ذو عهد في عهده. هل ذو عهد في عهده يخصص هذا العام ولا يبقى العام على عمومه؟ دي مسألة خلافية، دي الرأي المسألة الخلافية، احنا بس بنشرح المثال بتاعها للتوضيح. لكن احنا قلنا الخمس مسائل دول التي ذكرهم الشيخ اللي هو العام الوارد على سبب خاص، التخصيص بالعرف والعادة، مخالفة الراوي للنص العام، ورود العام على الخاص أو ورود الخاص على العام، عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص على العام، المسألتين الخمس مسائل دولت مسائل خلافية، مسائل إيه؟ يعني فيها أخذ ورد، فيها أقوال. ما ذكرناه هي أمثلة توضح كل مسألة، ولم نرجح في مسألة، لم نرجح ليه؟ لأن عشان ترجح معناها تستعرض الرأيين والآراء ثم تأتي بأدلة كل رأي وتناقش، وطبعا ده هياخد وقتنا، ده كل واحدة منها محاضرة لوحدها. طيب إلى هنا انتهى الحديث عن الفصل الثاني في حد التخصيص وذكر المخصصات، استغرقه المؤلف كله في عدم ذكر الأمثلة، ذكر رؤوس موضوعات، فالأمثلة التوضيحية لي هي اللي خدت الوقت كله معنا. طيب الفصل الثالث يعني لعلنا نقرأه قبل الأذان إن شاء الله، يقول الفصل الثالث في مسائل متفرقة. الأولى مذهب مالك، ما دام بدأ بكلمة مذهب مالك يبقى المسألة خلافية على طول، لأن لو متفق عليها كان ذكر الحكم مباشرة. مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب اللي هو القاضي الباقلاني رحمه الله أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاث، ومش شيء خلاص خلص على كده، إداني إشارة إن في مسألة اسمها أقل الجمع. أقل الجمع يعني إيه؟ إحنا عندنا حاجة اسمها الجمع الشرعي وحاجة اسمها الجمع اللغوي. الجمع الشرعي اللي هو الجماعة، والجماعة في الشر تصدق باثنين، جماعة في الشر تصدق إيه؟ ويحصل ثواب الجماعة لاثنين فأكثر، والصلاة عندنا إما فرد أو جماعة، منفرد يعني واحد،
وجماعة اثنين زي مئة، اثنين زي مئة، الثواب واحد، الثواب واحد. طيب والجمع اللغوي؟ لا، في اللغة في عندنا حاجة تانية، في عندنا مفرد واحد، مثنى اثنين، وثلاثة جمع. فأصبح في اثنين واحد واثنين وثلاثة. فما أقدرش في اللغة أقول أقل الجمع ثلاثة اثنين، لأن بتكلم في مسألة لغوية ولا مسألة شرعية؟ ده مدلول لغوي، مدلول لغوي. فلما أجي في المدلول اللغوي ما ينفعش أقول اثنين، لأن أنا رجعت كده للمعنى الشرعي، لأن أنا هاجي في التطبيقات وهأتكلم عن مدلول لغوي. فلو أوصى مثلا، أوصى بأن يعطى ما هذا المال للفقراء، أوصى بثلث مالي للفقراء، ما ينفعش أدي الفقير واحد ولا ينفع أدي اثنين، أقل ما يجزي ما يجزئ ثلاثة، لأن فقراء جمع وأقل الجمع كام؟ ثلاثة. يبقى لازم يكون ثلاثة فأكثر، لكن مش أقل، وإلا لو أقل يبقى هحجز نصيب واحد، لأن أنا عندي الوصية للفقراء والفقراء ثلاثة، الحد اللي عندي ثلاثة. طب لو ثلاثة هما واحد أو اثنين هحجز نصيب الباقي حتى يأتي. طب لو هما ثلاثة هديهم المال كله. فالمسألة هنا بيتكلم عنها الشيخ، انتبه الشيخ عمل ايه، اداني اشارة فقط الى المذهبين في المسألة، ولم يتكلم عن اي شيء اخر، ولم يتكلم عن شيء ايه اخر. طيب وهذه مفيدة في بعض الفروع، يعني في الفروع التطبيقية تمشي، والخلاف فيها موجود وكبير بين العلماء ومن عصر الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. طيب المسألة الثانية، قال يندرج العبيد في خطاب الناس. دي مسألة مفترضة الآن، ملهاش واقع الآن، الآن ملهاش واقع إلا في بعض البلاد اللي فيها عبيد. يقال أو قيل لي شخصيا أن موريتانيا مثلا ما زال الآن فيها بعض العبيد، وأنا شفت بعيني في اليمن أن في عبيد، لكن مش معلن، مش متداول، مش مشهور، لأن القانون الدولي يمنع كده. طيب لو افترضنا بحكم القانون الدولي الآن أنه لا يوجد ما يسمى عبيد، يبقى المسألة دي فرضها غير واقع. بيفترض لو جاء خطاب من الشارع يا أيها الناس ولله على الناس، هل يدخل العبيد في الناس ولا لا يدخله؟ قال يندرج العبيد في الخطاب للناس، في خطاب الناس. ليه؟ لأنهم من جملة الناس، لأنهم محسوبين بني آدمين، إنسان وليس من الدواب. فما دام هو كائن حي محسوب إنسان يبقى يدخل في جملة إيه؟ الناس. طيب قال ويندرج النساء في خطاب الرجال. هنا بقى النساء هتزعل، يقول لك طب وليه الرجال ما يخشوش في خطاب النساء؟ هي دايما كده تبدأ إيه؟ تبدأ المناطحة. طيب ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستواء، شوف هو بيقول إيه؟ لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصه الدليل. ودي جميلة جدا بس محتاجة توضيح بسيط خالص. في لما تنظر للواقع اللي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان اللي بيخرج مع النبي دائما واللي قاعدين في المسجد واللي بيروح الأسواق وكده كلهم رجال، فكان غالب الخطابات التي تنزل إلى النبي بتخاطب الجمهور اللي قدامه، بتناقش الناس اللي قدامه، بتوجه الناس اللي قدامه. فأغلب خطابات التشريع كانت للرجال، يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين، كل معظم الخطابات، وهي في مدلولها الحقيقي شاملة للرجال والنساء، شاملة للرجال. ولذلك تجد كل الخطابات التكليفية جد اسم الرجال. طب والنساء ما لهاش تكليف؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طب والنساء راحت فين؟ ربنا ما أمرناش، ربنا أمر الرجالة بس، صح كده؟ طيب وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، رجالة بس احنا مالناش دعوة، فلوسنا في جبنا. لا، هي الخطابات كلها جات للرجال بحكم ان ده الواقع المشاهد، الخطاب له. متخيل مثلا الرجال بعد مع الرسول والخطاب ينزل قل للمؤمنات، طب النساء مش موجودة، مش موجودين دلوقتي. تخيل بقى لو الخطابات كلها نزل النساء واللي عادل الرجالة، فكان الواقع بيقتضي كده. فأغلب الخطابات التي جاءت في القرآن ظاهرها خطابات ذكورية، يعني خطابات للرجال، لكن النساء مندرجة فيها. إلا قال لك كده استواءهم في الأحكام، مبرر واضح جدا أنه لا يوجد من يدعي أن المرأة خارجة عن التكليف وأنها غير مكلفة.
ما دامت مكلفة يبقى شملها الخطاب، مع أن الخطاب للرجال لكن شملها. بس هنا انتبه، قال إلا ما خصه الدليل. يعني الجملة ديت الخطابات التي يشترك فيها الرجال والنساء الخطاب فيها للرجال بحكم الغلبة، لكن الخطابات التي تتميز النساء فيها ولا يشترك معها الرجال لا يذكر فيها الرجال. لذلك مثلا الأمر بغض البصر يشترك فيه الرجال والنساء، لكن خطاب النساء تميز بأشياء، هو عايز يقول للنساء حاجة، فينفعش يجيب الاثنين مع بعض. لما يجي يكلم النساء هتلاقي الرجال الشبه عليهم الموضوع، فراح فصلهم عن بعض، فجعل هناك أمر للرجال لوحده يخص الرجال، وجعل هناك أمر للنساء عشان يفصل في أحكام النساء. زيك تقول لك ايه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، خلص على كده ما يخصهم، هما ثلاث حاجات. طب وتعالى بقى وقل للمؤمنات، طب هما المؤمنين زي المؤمنات، هما المؤمنين بقى زي المؤمنات، هيغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن، خلصت. لكن هو عاوز يقول لهم حاجة تانية، عاوز يديهم تعليمات تانية، مش الرجالة، الرجالة مش هينفع معهم التعليمات دي. ولا يبدين زينتهن، بدأ يخش في النساء، الكلام ده ما ينفعش الرجال، ده انت مأمور بإظهار الزينة، هي مش مأمورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هي مش مأمورة بكده، خذوا ده لك انت. طب وهي؟ لا ما تخش، انت حط مسك وحط عنبر، هي ما تحطش. يبقى اللي انت مأمور بيه هي مش مأمورة بيه، واللي هي مأمورة منهية عنه انت مش منهي عنه. فلان في تمايز في الخطاب، متى وجد تخصيص في الخطاب انفرد الرجال عن النساء، ومتى كان الحكم عام ومستوي اشتركوا في خطاب واحد للرجال ما بش النساء. مش تحيز ضد النساء، وإنما بحكم الواقع الذي كان ينزل الخطاب فيه. ذلك قال رحمه الله: ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام. دي القاعدة العامة، إلا ما خص